اليوم انطلاق ديال يعني الأسدس الثاني ديال السنة الثالثة ديال البرلمان، يعني احنا في النص ديال هذه الولاية هذه 11، وهذه مناسبة من أجل تقييم ديال العمل ديال هذه المؤسسة التشريعية المهمة واللي هي خصها تقوم بأدوار كبيرة. أولا في التشريع، بالفعل كان هناك تشريع، ولكن واش بالاتجاه الصحيح اللي كيتلائم مع انتظارات ديال المغاربة؟ مثلا فيما يخص الصحة، توفير الصحة، بالفعل كاين مشروع ديال الحماية الاجتماعية، ولكن كاين مشاكل كبيرة مطروحة مازال الحكومة ما قدرش أنها تجاوزها. مشاكل مطروحة على مستوى التعليم واللي مازال مطروحة أيضا، لأنه تقريبا واحد 203 ديال الأساتذة مازالين موقوفين، أساتذة مهمين. حنا خاصنا 100,000 ديال الأساتذة، واحد إلا ضاع لينا ولو وقفناه راه هذه مشكلة كبيرة. كاين مشاكل ديال الشغل، انتم تعرفوا المعدل ديال البطاله واللي نشرته يعني مؤخرا المندوبيه الساميه ديال التخطيط، واللي بين بانه يعني كاين هناك ارتفاع مهول ديال البطاله. اذا الورش ديال يعني معالجه البطاله وايجاد فرص ديال الشغل اساسي. منين خصنا نبداو؟ واش باوراش؟ اوراش بينت بانها فاشله. هاد المبادرات اللي خدتها الحكومه هي مبادرات يعني جزئيه ومرتجله، ما فيهاش تخطيط على المدى المتوسط والبعيد، لأنه جميع الناس اللي كتخدم من أجل النهوض التنموي كتخدم بشكل استباقي على واحد المدة اللي هي كتكون محترمة، كتجاوز حتى يعني المدة ديال هذه الحكومة هذه. حنا اليوم محتاجين أننا نوقفوا إلى جانب يعني المقاولات الصغرى المتوسطة والجد الصغيرة ونخلقوا مقاولات أخرى، وأننا نوضعوا الجهوية الحقيقية على رجليها باش يمكن لنا نخلقوا فرص الشغل في كل جهات الوطن ونقلصوا من الفوارق الاجتماعية والمجالية اللي هي اليوم مطروحة، يعني باش يمكن لنا نخلقوا واحد النفس جديد، خصوصا وأن المغرب غادي ينظم هنايا واحد العدد ديال المبارات واحد العدد ديال الأمور. حنا ما بغيناش ذاك المغرب ديال الواجهة، حنا بغينا مغرب اللي غيمشي للعمق ويجاوب على المشاكل العميقه. اليوم كليه الطب ما خدامش، يعني هذه الحكومه شنو غادي دير؟ انما دارتش هذه الكليات على السكه الحقيقيه، وحنا كنعرفوا بانه التعليم مجال الطب العمومي ممتاز، الاطباء ديالنا كيتخاطفوا عليهم في العالم، وحنا اليوم بغينا نقصوا لهم سنه بلا ما نتشاوروا معاهم بلا والو. هذا الشيء راه ماشي معقول، خصنا نشجعوا ايضا البحث العلمي. شفنا كيفاش انه الحكومه شجعت الاحزاب وعطاتها اغلفه ماليه كبيره باش دير البحث. البحث راه خصو يدار في الجامعه، خصو يدار في مراكز البحث، ثم ان حتى التشريعات اللي دارت في خلال هذا العامين ونص يعني كان ضمنها بعض التشريعات اللي خاصه بجلب الاستثمار. حنا جلب الاستثمار خدامين بها هذيك اكثر من 20 سنه، ولكن ما استطعناش باننا نخلقوا تنميه، باننا نهضوا بالجهات المهمشه، باننا نخلقوا فرص شغل كافيه، باننا نخلقوا واحد النظام فيه تنافسيه اقتصاديه حقيقيه. مازال الريع، مازال الاحتكار، هادشي كله يعني كيبين بان كاين هناك فشل ديال هذه الحكومه، وكذلك حتى البرلمان فاشل كمؤسسه اللي خصها تشرع واللي خصها تراقب العمل ديال الحكومه واللي خصها تكون واحد المؤسسه اللي هي اساسيه والعمود الفقري في قلب هذا المغرب اللي بغيناه غدا يولي ديمقراطي بالحق، ويعطينا واحد المجتمع اللي فيه عداله اجتماعيه وفيه ديمقراطيه. اذا اليوم انا الاوان يدار واحد التقييم، والحكومه مطالبه والمؤسسه التشريعيه ايضا مطالبه باش تعطيو واحد التقييم يطلعوا عليه المغاربه، لان خصو يوصلهم المعلومه. ها المجالات اللي شرعنا فيها، ها المجالات اللي مازال ما وصلنا ليها، ها فين خفقنا، ها فين اشنو هو المشروع؟ حيت المغاربه بعدا هذه حكومه منتخبه من 8 شتنبر، خصهم يعرفوا شنو المشروع ديالها ديال هذا نص الولايه اللي باقيه. وتنتمنى بانه البرلمانيين خصوصا بعد ملفات الفساد اللي بانت اكثر من 30 برلماني اللي هما متابعين، انه غدا يعني الدولة المغربية تحمل مسؤوليتها في الإصلاحات الدستورية والإصلاحات مدونة الانتخابات والإصلاح ديال قانون الأحزاب، باش ما يبقاوش يطلعوا الأميين والبزناسة ديال المخدرات يطلعوا البرلمان ولا يطلعوا المجالس المحلية ولا الجهوية. هذا الشيء راه ماشي ممكن. اليوم 5000 تقريبا ديال المستشارين المحليين أميين وكيبزنسوا وكيبيعوا وكيشروا، الناس يسحب لهم. السياسة هي الشفرة، السياسة هي تسخر المؤسسات ديال الدولة باش تقتني أنت وتطيلتك. هذا الشيء راه ما خصوش يبقى، ولهذا حنا خصنا إصلاحات، وخصنا ايضا استراتيجيه وطنيه لمحاربه الفساد. اللي فرط يكرط، خاص ربط المسؤوليه بالمحاسبه. انا الاوان وهذا البرلمان خصو يتحرك ويتنفض شي شويه ويلعب الدور ديالو، ولكن ما يمكنش يلعب الدور ديالو الا بقينا كنخليو امكانيه الفاسدين يدخلوا البرلمان، امكانيه الامنين يدخلوا البرلمان، امكانيه لا كفاءات تدخل البرلمان. وهذا الشيء راه معروف وحنا عارفينه، ويكفي نبقاو غير كنرددوا اشخاص. اذا قلنا خاص اصلاحات عميقه في هذه البلاد باش يمكن لنا نوضعوا البلاد على سكة دولة الحق والقانون، باش نكونوا في خدمة هذا الوطن وهذا الشعب، ونكونوا قادرين نرفعوا الرهانات اللي كتنتظر بلادنا غدا، الرهان ديال الطاقة، الرهان ديال الحريات، الرهانات ديال التعليم، ديال تكوين الكفاءات، ديال
السياده الوطنيه باش يمكن لنا نحافظوا على سيادتنا. واليوم حتى الملف في الصحراء وغادي تجي المناسبه نتكلموا فيه حتى هو راه محط نقاش، وحنا كنعرفوا هذا العالم الذي لا يتكلم الا لغه المصالح، خصنا نكونوا موجودين باش ندافعوا على وحدتنا الترابيه وعلى سيادتنا الوطنيه. وهذا الشيء خاصو وطنيه متجدده، خص المغاربه يتنفضوا وتكون فيهم الوطنيه الحقيقيه وندفعوا بالناس الاكفاء باش هما اللي يتحملوا المسؤوليه. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.